الله 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 لك بناتها دهان يا عسى الفرحة تزين يا عسى السعادة قدام عينك فلها يا هلا راح بمليون أقبلت شيخة الزيني هيا بنت نصير لهي واستوديو لمسات رنين شيخ عزان لكل جديد وحصري أقبلي يا هيا بالهان عليك انصف صفاني حالك انصف صفاني واستوديو لمسات رني يا هلا راح بمليون أقبلت شيخة الزاني هيا بنت صغير له يطرون شيخ عزان وتمكيني أقبلي يا هيا بالهون حالك انصف صفاني حالك انصف صفاني وسلمان وبناته هيهنوا وهدوك أحلى تلاحيني أما أحمد غلاك شلون توصفك المياخيني بالمكارم لك يسمون ثقل وعقل وديني بنت شيخ وله يطرون والكرم له عناويني والكرم له عناويني أرحبي يا هبة عزن والطبع الرزين والعبي خلي السعادة تهل إهلالها واقدمي على المناصة وحي لمساتك حي قبالها وافرحي في فرحته الغالي قرت كل عين فرحة ابنك يا عسى يهتني بظلالها واشمخي يا شيخة العز بنت الغانمي شيخة بين النساء نادرة امثالها بنت شيخ شامخ ومن قرم الطيبين والصعايب كل ابوها يحل حبالها صايد على الطرق الثمين أم سلمان أهدتها الولد في موالها الله 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 لك بناتها دهان يا عسى الفرحة تزين يا عسى السعادة قدام عينك فلها أم أحمد يا عسى تهتني طول السنين انت قوم البنوة من سن القفالها يا الكريم اللي لطيبك ترانا خاطرين حارت بمدحك في شعر وزلها والله يبارك سواك عبد الرحمن الفطيم وام سلمان تدعي له بالسعادة وحالها جعلي يسعد في حياته سليل المكرمين يا عسى التوفيق بايامه بليالها 3-5 واستوديو لمسات رنين.